السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس بتسأل حياة سؤال جالي أكثر من مرة بقاله فترة عن الهجرة في سن كبير. واحد اللي جاي له فرصة للهجرة وهو في الخمسينات في الستينات، جايز قبل كده شوية كمان في الأربعينات، هل ده يعتبر سن كبير عشان يهاجر أمريكا ولا لا؟ فأنا هقول لكم رأيي في الموضوع ده. معاكم محمد شادو من ضواحي مدينة شيكاغو. أنا دلوقتي أكشلي في مدينة شيكاغو نفسها بس عايش في الضواحي، قناة الحياة في أمريكا. فإن شاء الله أرد على السؤال ده من وجهة نظري. طبعا ده واحد من الأسئلة اللي ملوش إجابة يعني موضوعية قوي، كل واحد هيبقى له وجهة نظر، كمان الإجابة هتختلف حسب كل إنسان، يعني مفيش إجابة يمكن تعميمها على الناس كلها. ليه بقى؟ لأن الموضوع يتوقف على حاجتين: أهدافك من الهجرة وإيه تصوراتك أنت عايز تعمل إيه. مثلا هنقول إحنا بنتكلم عن أمريكا مش عن بلد تاني، يعني فأنت عايز تعمل إيه في أمريكا، أهدافك إيه، تمام؟ والعامل التاني هو طبيعة شخصيتك وقدرتك على تحمل أنواع معينة من العمل أو من الظروف وكده. فهما دول الحاجتين اللي هيحددوا الإجابة بنعم أو لا، أو ظروفك أو فرصك هتبقى أقل مع السن أو فرصك هتبقى هي مع السن وهكذا. فمثلا أنت عايز تعمل إيه في أمريكا؟ خلينا نتكلم عن الموضوع ده. لو أنت نيتك أنك أنت جاي معاك مثلا فلوس وهتستثمرها، هتفتح بيزنس، في الحالة دي أنا رأيي أن السن مش هيفرق كتير. يعني لو أنت جاي في الخمسينات أو حتى في الستينات ممكن، بالذات لو أنت أساسا لغتك الإنجليزية معقولة تقدر تمشي نفسك، يعني مش جاي ما بتعرفش تتكلم خالص وعندك خبرة في مجال معين، فعندك خبرة بالبزنس كبزنس، وفي نفس الوقت معاك مبلغ يتيح لك انك انت تبدأ بزنس وتعيش لفترة لحد ما البزنس ده يبدأ يدخل لك دخل. في الحالة دي السن في رأيي مش هيفرق كتير، يعني ممكن في الخمسين حتى لو انت عايز، في الستين سنة لو انت عايز، مادام طبعا معاك زي ما قلنا يكون معاك رأس المال الكافي انك انت تعين حد معاك يساعدك، انك انت تتحرك في البلد، تتكلم مع ناس عشان لغتك معقولة وهكذا. فدي حالة من الحالات. في برضو حالة من الحالات اللي طبعا شفتها كتير وبرضو بتبقى سهلة، الناس اللي بيجوا في سن كبيرة هجرة على أولادهم لم شمل، يعني مثلا الابن أو البنت معاهم الجنسية الأمريكية وقاعدين في أمريكا بقالهم فترة ومستقرين، وبعدين بيعملوا لم شمل لأبوهم أو أمهم عشان يجي يقعدوا معاهم. ففي الحالة دي برضو بتبقى الهجرة للسن الكبير سهلة جدا، لأن الأب أو الأم غالبا بيقعدوا مع أولادهم وبيبقوا مش مضطرين قوي للشغل، بيشتغلوا شغلانات بسيطة، يعني في منهم بيشتغلوا شغلانات بسيطة في محلات مش عارف ايه عشان يساعدوا نفسهم وهم يدخلوا نفسهم دخل، لكن ما بيبقوش مضطرين قوي. ففي الحالة دي برضو بتبقى هجرة السن الكبير سهلة جدا وبتبقى يعني لطيفة. طبعا الحاجة الوحيدة اللي ممكن حد يفتقدها في السن ده هي الحياة الاجتماعية، انهم بيجوا هنا مع اولادهم، طبعا اصدقائهم وعمرهم كله فمثلا في مصر بلدهم او في بلد تاني، فبيبقى صعب عليهم قوي ان هم يندمجوا، لكن ده برضو بيرجع لطبيعة الشخصية، في منهم بيقدروا يندمجوا. فدول حالتين في رأيي اسهل حالتين للهجرة في سن كبير، البزنس او لم الشمل على الاولاد، مثلا جاي على اولادك هتقعد معاهم. لو انت بقى جاي عاوز تبني كارير معين، يعني انت عاوز تدخل في بروفيشنال كارير، او حتى انت عندك فكرة عن الكارير ده من قبل كده وعايز تبني نفسك في امريكا، في الحالة دي السن هيفرق. يعني كل ما تأخر السن كل ما هيصعب فرصك بالذات في الترقي في الشغل، لانك انت لو انت جاي من برا امريكا، بالذات لو انت جاي من بلد تاني، حتى لو عندك خبرة طويلة في بلدك هتيجي هنا هتبقى خبرتك يعني مش هتبقى قوية قوي، مش هتبقى نفس خبرة واحد مثلا عنده، لو هنقول مثلا عندك 20 سنة خبرة في بلدك، خبرتك العشرين سنة دي مش هتبقى بنفس قيمة واحد معاه 20 سنة خبرة داخل السوق الأمريكي. ده الواقع وشيء منطقي، لأن أكيد البلد اللي أنت كنت جاي منها طبيعة السوق فيها والشغل مختلفة تماما عن أمريكا. فعشان تدخل تحط رجلك في المجال بتاعك الأول ده هياخد منك فترة، ممكن ياخد منك سنة سنتين بس عشان تحط رجلك في مجالك، عشان تلاقي وظيفة وفرصة تقدر تحط يقبلوك وتشتغل، وغالبا هتبقى في مستوى أقل من مستواك. يعني انت لو انت جاي مدير
من في مجال معين تخصص معين احتمال كبير مش هتعرفش تشتغل مدير اساسا، هتحتاج تبدا اقل من كده. فعشان تطلع تاني بقى للمدير مثلا الوظيفه بتاعتك اللي كانت في مصر تحتاج وقت عشان تبني الخبره وتفهم طبيعه الشغل في امريكا وتدخل شركه كبيره فيها فرصه للترقي وهكذا. فهيبقى طبعا السن هيبقى مش في صالحك، كلما تاخر السن هنا كلما كانت فرصك اقل انك انت توصل للمستوى اللي انت عاوزه. ومع ذلك برضو في ناس بيجوا في سن كبيره في الاوضاع دي، وحتى يعني ممكن في ناس بيجوا في الاربعينات والخمسينات حتى مثلا بيكونوا مجالهم طبي وبيعمل المعادلة بيزقوا نفسهم شوية ويعملوا المعادلة، أو في منهم مش شرط يعملوا معادلة بس بيشتغلوا في مجالهم لكن مش كطبيب مثلا. هنقول عن نتكلم عن الدكاترة بيشتغل كتكنيشن أو صيدلي أو حاجة، دول ممكن يلاقوا فرصة لأن المجالات دي عليها طلب عموما، المجالات الطبية مثلا عليها طلب. فحتى لو سنك كبير ممكن تلاقي مش هتشتغل بقى طبيب زي انت كنت في بلدك غالبا، لأن كل ما سنك كبر برضه هيبقى صعب عليك تعمل المعادلة في المجالات دي بالذات يعني. كل طبعا مكان السن اصغر تقدر تدرس وتعمل المعادله، بالذات معادله الطب كمان مش سهله يعني، ممكن تاخد كذا سنه لحد ما الناس تقدر تعديها. لكن زي ما قلت في ناس جم واشتغلوا مثلا في مكتب طبي كتكنيشن او حاجه، يعني شغلانه اقل من المؤهلات بتاعته لكن ستيل شغلانه معقوله وبتعيشك ممكن تعيشك كويس في امريكا. الحاله الثانيه اللي انت هتيجي بقى هتدور على شغل في ما يعني اي مجال، انت ما فيش في دماغك مجال معين وعايز تيجي تشتغل، ده هيتوقف على مدى تحملك للاشغال اليدويه اللي سهل انك تلاقيها مش صعب. يعني حتى لو سنك كبير ممكن تشتغل كاشير في محل، ممكن تشتغل في مطعم، اللي هي الوظائف اللي مش عايزه مش عايزه مؤهلات كبيره، دي هنا في امريكا شائع جدا انك انت تلاقي فيها من اول طلب الثانوي شغالين لحد ناس في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات من عمرهم بيشتغلوا. في منهم بيشتغلوا مضطرين وفي منهم بيشتغلوا زهقانين، حد بلغ سن المعاش وزهق فرجع تاني يشتغل. فاذا الشغلانات اللي هي مش متخصصه دي تقدر تلاقي فيها شغل مهما كان سنك في تصوري. طبعا بقى في حاجات تانية زي اوبر وكده ما لهاش اي علاقه بالسن، ممكن تيجي عندك 50 60 سنه ما دام عندك قدره صحيه على انك انت مثلا تسوق عربيه فتره طويله فتقدر تشتغل شغلانات زي كده او دليفري او الحاجات دي كلها. لكن زي ما قلت لك هتبقى فرصك اقل في رايي في حاله بس الشغل البروفيشنال، لو انت عايز تبني كارير او تدخل على كارير بتاعك الاصلي من بلدك. فيعني دي الحالات اللي بتفرق فيها السن. بالنسبه بقى طبعا لصفاتك الشخصيه، كلما كانت اللغه بتاعتك كويسه كلما كان افضل مهما كان سنك. فطبعا مع السن الكبير كمان لو انت لغتك ضعيفه هتبقى ظروفك اصعب وانت جاي في سن كبير وكمان لغتك ضعيفه، لكن لو جاي في سن كبير ولغتك كويسه يبقى يسهل لك الامور. طبعا زي ما قلنا بقى قدرتك انت على التعامل مع المواقف الجديده وانك انت تكون في يعني بلد جديد عنك وتشتغل اي شغل، هل انت عندك استعداد لكده؟ وممكن يكون شغل متعب حسب طبعا انت شغال مع مين، بتتعامل مع شخصيات مختلفه. لو انت اشتغلت مثلا مع عرب في الاول عشان تعرف تشتغل ممكن حسب حظك هتقع مع حد يريحك ولا حد يتعبك وهكذا. ففي عوامل كتيرة زي ما قلنا، لكن الأمر كله يرجع لمدى يعني مرونتك وشخصيتك وقدرتك على تحمل الحاجات دي. طبعا العيب برضو في السن الكبير انك انت مش هتبني شغل كتير، فما تيجي تطلع على المعاش في أمريكا هتبقى المعاش بتاعك ضعيف ممكن ما يكفكش فهتضطر تشتغل فترة أطول. ليه؟ لأن يعني حسب معلوماتي أنا طبعا لسه ما طلعتش على المعاش معرفش قوي، بس الموضوع بيتوقف على أنت اشتغلت كم سنة جوه السوق الأمريكي حسب عدد سنين شغلك وكنت بتعمل كام، وعوامل مختلفة بيتحدد المعاش بتاعك. فلو أنت مثلا جيت في الخمسينات واشتغلت لحد سن التقاعد الرسمي في أمريكا أعتقد 65 سنة، لكن طبعا أنت حر ممكن تشتغل بعد سن المعاش يعني مفيش قيود على كده. فلو انت جاي متأخر يبقى ما اشتغلتش كتير فالمعاش بتاعك هيبقى قليل. فهل انت عايز تتقاعد في امريكا ولا عايز ترجع؟ ده لو انت جاي تشتغل طبعا شغلانات زي ما قلنا بسيطة، لكن لو جاي مثلا هتفتح بيزنس وضع مختلف لان البيزنس هو هيكون مصدر دخلك، فحد مش يعني مش هتفرق معاك موضوع المعاش من غيره. فيبقى ادي يعني نظرة سريعة على موضوع السن. طب يعني في الاخر
انصحك ولا لا تيجي لو انت عندك فرصه وسنك كبير. انا رايي لو انت عايز تهاجر ومن الشخصيات اللي عندها استعداد تغامر وتروح مكان مختلف وتتعب في الاول، انا رايي طبعا ليه لا، السن ساعتها مش هيبقى عائق. لان في الحقيقه انك انت ممكن تكون واحد عنده 20 سنه وما عندوش مؤهلات التعامل مع ظروف صعبة ويروح مكان جديد، وممكن واحد يبقى عنده 60 سنة لكن عنده الطبيعة دي. فيعني السن ساعات مش بيكون عامل قوي، لكن هو عامل زي ما قلت في الحاجات اللي لها صلة بالذات في الوظائف المهنية المتخصصة للي عايز يبني فيها كارير. دي تصوري عن إجابة السؤال ده، طبعا تاني من وجهة نظري، فمنتظر تعليقاتكم الناس اللي طبعا أي حد دخل في التجربة دي بشكل شخصي ياريت يعرفني في التعليقات ويقول لي هل يتفق أو يختلف مع الكلام اللي أنا قلته. ولو في أسئلة تانية لم أتطرق لها في الفيديو قولوا لي، يعني لها سبب الموضوع ولم أتطرق لها. طبعا مش كل يعني أنا قلت التفاصيل العامة، لكن أكيد بقى في تفاصيل تخص كل إنسان وحالات مختلفة، فدي ايه دي هتكون حسب بقى يعني هل حاجة عندي معلومات عنها ولا لا. بس فادي موضوع النهاردة، ارجو ان شاء الله يكون الفيديو مفيد، ونراكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة اذا يعني كاننا عمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.